بسم الله الرحمن الرحيم. الدوال اللي شفناها لحد الآن وتعاملنا معها ومع الاشتقاق لهذه الدوال هي دوال تكتب كمعادلة للواي حسب الأكس، يعني بهالشكل. هذه الدوال تسمى explicit أو واضح صريح، يعني الواي ممكن استخراجه بشكل مباشر من الاكس. اكو نوع اخر من الدوال اللي تذكر تحت اسم implicit او ضمني. هذه الدوال هي معادلة بين الاكس والواي، ليست الواي حسب الاكس بل علاقة بين الـ X والـ Y. مثلاً هذه المعادلة X أس 3 زائد Y أس 3 ناقص 9 XY يساوي 0. ما عندنا الـ Y بشكل واضح بدلالة الـ X، بل عندنا الـ X والـ Y مكتوبين بشكل معادلة، والإكس والواي مدموجين مع بعضهم البعض. هذه المعادلة لبيان الدالة تسمى implicit أو ضمني. لما نريد نحسب المشتقة لواي حسب إكس في دالة ضمنية اللي بشكل عام نقدر نكتبها بهذه الطريقة، يعني الدالة نقدر نكتبها إما واي يساوي F حسب الـ X أو دالة بين الـ X والـ Y يساوي 0. لما نريد نحسب المشتقة لمثل هذه الدالة، الطريقة هي أنه نحسب الاشتقاق حسب المتغير X للجانبين، وبعدين نحاول نستخرج نحل هذه المعادلة ونستخرج مشتقة الواي بالنسبة للإكس. راح نشوف هذا الشيء بأمثلة. مثلا عندنا إكس تربيع زائد واي تربيع يساوي 25. المطلوب هو دي واي على دي إكس. نقول خل نحسب مشتقة الجانبين بالنسبة للX، دي على دي إكس لليسار يساوي دي على دي إكس لليمين. دي على دي إكس للإكس تربيع شو يصير؟ يصير 2X. إذن مشتقة الجزء الأول راح يصير 2X. دي على دي إكس واي تربيع شو يصير؟ يصير مشتقة واي تربيع بالنسبة للواي، يعني احنا هسه هذا الجزء خلي كتبه هنا بالجانب او هنا، دي على دي اكس للواي تربيع. نقدر نكتبه دي على دي واي للواي تربيع في دي واي على دي اكس. زين، دي واي تربيع بالنسبة للدي واي، يعني مشتقة الواي تربيع بالنسبة للواي تصير 2 واي في دي واي على دي اكس. هاي دي واي على دي اكس، واليمين مقدار ثابت 25، اذا مشتقتها بالنسبة للاكس يساوي 0. زين، هسه نقدر نستخرج دي واي على دي اكس من خلال حل هذه المعادلة، يعني ناخذ 2 اكس الى اليمين وبعدين نقسم على 2 واي، بالنهاية الناتج يصير دي واي على دي اكس يصير ناقص 2 ناقص اكس على واي. مثال اخر، X تربيع زائد Y تربيع يساوي 25.
يريد معادلة المماس على هذه الدائرة أو المنحني في النقطة 3 و4. زين، حسبنا دي واي على دي اكس اللي يساوي ناقص اكس على واي، الاكس 3 الواي 4، اذا دي واي على دي اكس ناقص 3 على 4. هذا شو يساوي؟ هذا السلوب شفناه بأول موضوع الاشتقاق. زين، عندنا صار السلوب وعندنا نقطة، النقطة اللي يمر من عندها الخط المستقيم. إذا y ناقص y النقطة يساوي السلوب في x ناقص x النقطة، ونحل هذه المعادلة يصير 3x + 4y يساوي 25. هذه معادلة الخط المماس على الدائرة على هذا المنحني في النقطة اللي x بها 3 والواي بها 4. مثال آخر، y تربيع زائد x تربيع يساوي sin x y. زين، مشتق اليسار d على dx y تربيع يساوي d على dx x تربيع زائد d على dx sin x y. الواي تربيع شفناها بالمثال السابق، تصير 2y في dy على dx. x تربيع بالنسبة للx يصير 2x. sin xy بالنسبة للx نقدر نقول الxy نسميه u، يصير cosine u. وبعدين مشتقة هذا اليو بالنسبة للx، مشتقة xy بالنسبة للx شو يساوي؟ مشتقة الأول في الثاني، مشتقة الثاني في الأول، إذا مشتقة الأول 1 في الثاني في y زائد الأول x في مشتقة الثاني dy على dx. زين، خلصنا من الاشتقاق للجانبين. هسه بس بقى أنه نحسب دي واي على دي اكس، ناخذها الى جانب والبقية كلهم الى جانب اخر. اذا ضربنا هذا الكوساين بالواي، ضربنا هذا الكوساين بالاكس دي واي على دي اكس، وخذنا الى الجانب اليسار الاثنين واي دي واي على دي اكس، وهنا كوساين اكس واي اكس دي واي على دي اكس. نطلع الدي واي على دي اكس، يبقى لنا 2y، وهنا شنو؟ x كوساين اكس واي، وعلى اليمين 2x زائد y كوساين اكس واي. نقسم الجانبين على 2y زائد ناقص x كوساين اكس واي، وراح يصير عندنا الحل النهائي دي واي على دي اكس. الموضوع التالي المشتقات من المراتب الأعلى، بمعنى أنه نشتق الدالة أكثر من مرة، يعني نشتق الدالة نحصل على مثلا عندنا دالة y، نشتقها بالنسبة للx نحصل على dy على dx، نشتق dy على dx مرة ثانية، إذن هذا المشتق الأول، هذا المشتق الثاني. مثل ما تشوفون تنكتب بهذه الطريقة d تربيع y على dx تربيع، لأن هنا عندنا دي وهنا عندنا دي، دي اكس دي اكس. طبعا هذا ترى مو تربيع، انتبهوا، هذا مو معناه دي في دي، لكن هذه الطريقة لكتابة المشتق الثاني. إذا طريقة كتابة وليس ضرب، يعني مو معناها هذا دي ينضرب بهذا دي وصار دي تربيع.
زين، نريد نحسب دي تربيع واي على دي اكس تربيع، أو المشتقة الثانية للواي بالنسبة للإكس، إذا كانت عندنا هذه المعادلة بين الإكس والواي. إيش لازم نسوي؟ أول شيء نحسب المشتقة الأولى، بعدين على المشتقة الأولى نأخذ المشتقة، تصير عندنا المشتقة الثانية كما يلي. زين، عندنا 2x تكعيب ناقص 3y تربيع يساوي 8، مشتقتها بالنسبة للإكس يساوي مشتقة 8 بالنسبة للإكس. هذا اليمين صفر لأن مقدار ثابت. 2x تكعيب الإكس تكعيب صار 3x تربيع، 3 في 2 6x تربيع، مشتقة 3y تربيع يصير 3 تطلع برا، y تربيع شفناها y 2y y برايم. إذن صار عندنا ال y برايم اللي هو dy على dx صار 6 تروح ويا 6 x تربيع على y. هسه نجي نشتق هذا ال y برايم المشتق الأول، إذن هذه dy على dx اللي تنكتب أيضا بشكل y برايم، y فتحة. زين، المشتق الثاني هو نشتق المشتق الأول اللي حصلنا عليه هنا مرة ثانية. زين، d على dx x تربيع على y، مشتق البسط في المقام ناقص البسط في مشتق المقام على المقام تربيع، 2x بالنسبة للx مشتقها يصير 2x تربيع بالنسبة للx يصير 2x في المقام y ناقص x تربيع مشتقة الy يساوي y برايم على المقام تربيع y تربيع، ويساوي 2x على y ناقص x تربيع على y تربيع في y برايم. إذن قدرنا نحصل على المشتقة الثانية وهي بدلالة الـ x الـ y والمشتقة الأولى للـ y، يعني المشتقة الثانية بدلالة الـ x والـ y والمشتقة الأولى للـ y، المشتقة الأولى فقط بدلالة الـ x والـ y. زين، نقدر هسا نعوض بدل الـ y برايم اللي هنا عندنا x تربيع على y، يصير x تربيع في x تربيع x أس 4 y تربيع في y y أس 3. هسه صارت بدلالة ال x وال y فقط، والجوابين صحيحين. المثال رقم 22 يقول أول شيء بين أنه النقطة 2 و4 موجودة على هذا المنحني، وبعدين أوجد المماس والخط العمود على هذا المنحني في هذه النقطة. شلون نقدر نعرف أنه النقطة على المنحني؟ نعوض الإكس والواي من هذه النقطة، إذا بقت تساوي صحيح نقول هذه النقطة على المنحني. إذا بدل x نخلي 2 يصير 8، 2 أس 3 8، بدل y نخلي 4، 4 في 4 16 في 4 64 ناقص 9 في 2 في 8 9 في 2 في 4 يصير 72 ويساوي صفر. إذن التساوي بقى صحيح، معناها أنه هذه النقطة تنطبق على هذه المعادلة، إذن جزء من المنحني. زين، هسه نريد نشوف معادلة المماس والخط العمود على المنحني في هذه النقطة.
إذا أريد نرسم خط نحتاج إلى الميل للخط. الميل هو المشتقة الأولى للمنحني في النقطة، إذن لازم نحسب مشتقة الواي بالنسبة للإكس. ناخذ المشتقة لليسار ولليمين بالنسبة للإكس. مشتقة إكس تربيع، إكس تكعيب يصير 3x تربيع، مشتقة واي تكعيب يصير 3y تربيع، واي برايم ناقص 9x دي واي على دي إكس زائد واي دي إكس على دي إكس، دي إكس على دي إكس 1، دي واي على دي إكس عندنا هنا مضروبة بثلاثة واي تربيع وهنا مضروبة بناقص 9، إذن 3y تربيع ناقص 9 في دي إكس، يعني جبنا هذا الجزء وهذا الجزء، بقى عندنا شنو 3x تربيع و 9 مضروبة بالواي ناقص 9y وهذا 1. زين، ناخذ هاي الأجزاء على اليمين ونقسم، إذن هذا يروح على اليمنى وبعدين نقسم الجانبين على هذا، إذن دي واي على دي إكس يساوي 9y ناقص 3x تربيع على 3y تربيع ناقص 9x. زين، نقدر نقسم على 3 الوسط والمقام، يبقى من عنده 3y ناقص x تربيع على y تربيع ناقص 3x، يعني هاي 3 هذه تصير 3 وهذه تصير 1. زين، نعوض ال x وال y ويصير عندنا دي واي على دي اكس في هذه النقطة، في نقطة 2 و4، نعوض بدل الاكس 2 وبدل الواي 4، راح يصير عندنا دي واي على دي اكس يساوي 4/5. إذن صار عندنا السلوب وعندنا نقطة، راح نكتب معادلة المستقيم واي ناقص 4 يساوي 4/5 إكس ناقص 2، وبعد ما ننقل كل شيء على اليمين ونبقي الواي على اليسار يصير عندنا واي يساوي 4/5 إكس زائد 12/5. أما الخط العمود على المستوي، هو رايد من عندنا المماس التانجنت والنورمال الخط العمود، أيضا هو خط مستقيم يمر من نفس النقطة، لكن السلوب مالته إذا تذكرون ناقص 1 على سلوب الخط المماس. إذن هنا صار عندنا 4/5 السلوب، نعكسه يصير 5/4 ونضربه في سالب يصير ناقص 5/4، وبنفس الطريقة y ناقص 4 يصير يساوي ناقص 5/4 في x ناقص 2. الموضوع التالي هو المعادلات البارامترية. بعض الأوقات الدالة بين الإكس والواي تنكتب باستخدام متغير ثالث يسمى البارامتر. مثلا عندنا الإكس دالة بدلالة التي والواي دالة أخرى بدلالة التي، لكن الهدف من تعريف الإكس والواي بهاي الطريقة هو علاقة الواي بالإكس، يعني عندنا y هي دالة حسب الاكس لكن تكتب بطريقة أخرى، تكتب بهذه الطريقة أنه الواي دالة بدلالة متغير ثالث والاكس دالة بدلالة متغير ثالث. زين، إذا كانت عندنا إذن الدالة مكتوبة بهذه الطريقة،
شلون نقدر نحسب مشتقة الواي بالنسبة إلى مشتقة الإكس؟ الطريقة هي نفس طريقة التشين رول. دي واي على دي إكس يساوي دي واي على دي يو في دي يو على دي إكس. نعكس دي يو على دي إكس ونوديها إلى المقام. شو يصير؟ دي واي على دي إكس يصير دي واي على دي يو على دي إكس على دي يو. يعني نشتق الواي مقسمة على اشتقاق الإكس. يعني بهاي الحالة مشتقة الواي بالنسبة للإكس هو أنه نشتق الجي بالنسبة للتي، وبعدين نقسمها على مشتقة الإف بالنسبة للتي. ونفس الشيء لما نريد نشتق المشتقة الثانية نستخدم نفس الطريقة. مثال: عندنا الواي 2 تي تكعيب زائد 3 والإكس تي على تي ناقص 1. إذن الإكس والواي ما مكتوبات من خلال معادلة واحدة، بل من خلال معادلتين باستخدام متغير ثالث هنا سميناه تي. هسه نريد مشتقة الواي بالنسبة للإكس. مشتقة الواي بالنسبة للإكس تصير مشتقة الواي بالنسبة للتي على مشتقة الإكس بالنسبة للتي. إذا نشتق الواي بالنسبة للتي يصير 2 في 3 تي تربيع 6 تي تربيع. مشتقة الواي بالنسبة للتي 6 تي تربيع. مشتقة الإكس بالنسبة للتي، مشتقة البسط اللي هي 1 في المقام تي ناقص 1 ناقص البسط اللي هو تي مشتقة المقام 1 على تي ناقص 1 تربيع. تي ناقص 1 ناقص تي يصير ناقص 1 على تي ناقص 1 تربيع. إذن دي واي على دي إكس يصير 6 تي على ناقص 1 على تي ناقص 1 تربيع. نعكس هذا ونأخذه للبسط يصير ناقص 6 تي تربيع تي ناقص 1 تربيع. إذن استخرجنا مشتقة الواي بالنسبة للإكس حسب المتغير الثالث اللي هو البارامتر تي. مثال: إذا عندنا دائرة x تربيع زائد y تربيع يساوي 25 ومشتقة dx على dt يساوي 4، يعني افترض أنه عندنا بارامتر ثالث متغير ثالث البارامتر t. مشتقة x بالنسبة للt تساوي 4. يريد من عندنا إيجاد مشتقة الy بالنسبة للt. يعني هالمرة عندنا dy على dx، عندنا dx على dt، المطلوب هو dy على dt. dy على dx شلون نقدر نستخرجها؟ نشتق هو هذه المعادلة بالنسبة للx. إذا تذكرون x تربيع نشتق الجزء اللي على اليسار يصير 2x، y تربيع يصير 2y dy على dx، الخمسة وعشرين يصير صفر. إذن dy على dx يساوي ناقص x على y. هذا بالضبط المثال اللي شفناه، يمكن رقم 13. زين، بالنقطة 3 و 4 نعوض ونحصل على dy على dx. إذن dy على dx يساوي ناقص 3 على 4، x على y ناقص x على y. وهو قال لنا dx على dt 4،
نعوض بهذه المعادلة ونستخرج دي واي على دي تي يساوي 4، في ناقص 3 على 4 يصير ناقص 3. مثال ان الاكس بدلالة التي كوساين 3 تي، والواي بدلالة التي ساين تربيع 3 تي. يريد من عندنا نحسب دي واي على دي اكس المشتقة الأولى، ودي تربيع واي على دي اكس تربيع المشتقة الثانية للواي بالنسبة للاكس. زين، المشتقة الأولى دي واي على دي اكس، بما أنه المعادلة بارامترية نشتق الواي بالنسبة للتي، بعدين نشتق الاكس بالنسبة للتي، ونقسم مشتقة الواي على مشتقة الاكس. مشتقة الواي بالنسبة للتي ساين تربيع يصير 2 ساين، إذن 2 ساين 3 تي. بعدين الساين مشتقة شنو؟ كوساين 3 تي، والثلاثة تي مشتقتها شنو؟ 3، إذن يصير 6 ساين 3 تي كوساين 3 تي. هاي مشتقة الواي بالنسبة للتي. كوساين 3 تي مشتقتها شنو؟ الكوساين مشتقتها ناقص ساين 3 تي، والثلاثة تي 3، إذن ناقص 3 ساين 3 تي. هسا نقسم دي واي على دي تي، نقسمها على دي اكس على دي تي. 6 ساين 3 تي كوساين 3 تي على ناقص 3 ساين 3 تي، ويساوي 6 على ناقص 3 ناقص 2، الساين يروح ويا الساين يبقى كوساين 3 تي، ويساوي ناقص 2 اكس. نقدر نكتبه باستخدام التي، ونقدر نعوض بدل كوساين 3 تي نخلي اكس، ويصير عندنا دي واي على دي اكس يساوي ناقص 2 تي. زين، هاي المشتقة الأولى. أما بالنسبة للمشتقة الثانية، دي تربيع واي على دي اكس تربيع، ايش نقدر نكتبها؟ نقدر نكتبها دي على دي اكس في دي واي على دي اكس، اللي هاي نقدر نكتبها دي على دي اكس، نقدر نكتبها دي على دي تي دي واي على دي اكس، على بدل الدي اكس خلينا دي تي، اذا نقسمها هنا على دي اكس على دي تي. يعني شوفوا اذا نحذف هذا مع هذا شو يبقى؟ دي على دي اكس دي واي على دي اكس المشتقة الثانية. اذا نشتق هذا اللي حصلنا عليه هنا دي واي على دي اكس بالنسبة للتي، اذا دي واي على دي اكس اللي حصلنا عليه اشتقه بالنسبة للتي، اللي هو شنو؟ ناقص 2 كوساين 3 تي. اشتقاقه بالنسبة للتي ناقص 2 تطلع برا، الكوساين يصير ناقص ساين 3 تي، يصير 3، اذا يصير 6 ساين 3 تي. زين، نقسمه على مشتقة الدي اكس بالنسبة للدي تي اللي هنا حصلنا عليها، دي اكس بالنسبة للدي تي ناقص 3 ساين 3 تي، لما نقسمهم يصير 6 على ناقص 6 على ناقص 3 يصير ناقص 2، والساين يروح ويا الساين. او نقدر، اذا هذه الطريقة الاولى. الطريقة الثانية نقول دي واي على دي اكس صار عندنا هو حسب الاكس، إذن نقدر نشتقه مرة ثانية بالنسبة للاكس، ناقص 2 اكس بالنسبة للاكس يصير ناقص 2، وهو نفس الجواب. إذن طريقتين نقدر نحصل عليها، نحصل من خلالها على المشتقة الثانية، إما من خلال هذه القاعدة
أو لأنه dy على dx بهذه الحالة طلعت دالة بدلالة x، إذا نقدر نشتقها من جديد بالنسبة للx، وبالحالتين الجواب هو سالب 2. إن شاء الله نستمر في المحاضرة القادمة.